السؤال رقم 38 هو سؤال رقم 50 في أسئلة كتاب القسم، وأنا كنت شرح أسئلة كتاب القسم في ليست تانية، فأنا هشرح السؤال ده على السريع، بس هحط لك لينك في الديسكريبشن لو عايز توصل نفس شرح نفس السؤال ده بس بقى بالتفاصيل بتاعته وفين كل حاجة في كتاب القسم، تمام؟ هتلاقي اللينك في الديسكريبشن بتاع شرح نفس السؤال بس من أسئلة القسم شرح التفصيل، أما دلوقتي هعدي عليه على السريع، تمام؟ بيقول لي في عدم وجود فيرتلايزيشن اليوتيراين اندوميتريوم بيقع نتيجه ايه؟ انا دايما لما اشوف بليدنج او اندوميتريوم بيقع احط في بالي لوس اوف هرمون سبورت، نتيجه ان الكوربس ليوتيوم بيحصل له انفلوشن يعني بيبدا يديجنريت، فالاستروجين والبروجستيرون ليفل بتاعهم بيقل. ادي هي كلمه لوس اوف هرمون سبورت، يبقى رقم ايه صحيحه؟ نتيجه ال اتش سيرج قبل الاوفيليشن، دي ملهاش علاقه بان الاندوميتريوم يقع او ما يقعش، دي ليها علاقه بالاوفيليشن، يبقى رقم بي مش هتنفع. رقم سي اثيكاليتين سيلز هي البرنسبل سورس بتاع البروجستيرون، طب مش حتى لو هي البرنسبل سورس بتاع البروجستيرون ايه علاقته بان الاندوميتريوم يقع؟ ما قاليش. طيب البلاد فلو بتاع الاندوميتريوم بيزيد، والله الجمله دي مش دقيقه، المفروض يقول لي ان بيحصل الاول ان البلاد فلو بيقف خالص، يعني بيحصل فازوسبازم بتقفل البلاد سبلاي بتاع الفانكشنال لير من الاندوميتريوم، فيحصل نكروزس، بعد كده يفتح البلاد فيسل تاني فيجي البلاد يوش هذه النكروتيك ماتيريال، تمام؟ فهي هذه الجمله دي مش دقيقه يعني مش نافعه خالص. الاجابه رقم ايه؟